اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. بعد أيام معدودة سينطوي هذا العام راحلا ولن يبقى منه سوى الذكريات بحلوها ومرها، ليأتي عام 2020 الذي نأمل أن يكون وقع أيامه خفيفا على أرواحنا وأن نتمكن من تحقيق أحلامنا وطموحاتنا قبل نهايته. أعلم أن الفضول ينتابكم لمعرفة ما يخبئه الفلك لكم في العام الجديد، لذا سنبدأ معا في هذا الفيديو الذي سيكشف عن أبرز توقعات الفلك لمواليد برج الحوت في العام 2020. لكن قبل أن نبدأ رحلة التعرف على التوقعات واستكشاف خبايا العام الجديد، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناة رويش تي في مع تفعيل زر الجرس حتى تصلكم توقعات الأبراج الأخرى من قناتنا. توقعات برج الحوت لعام 2020. إن عام 2020 سيكون عام المفاجآت السارة والأحداث المهمة في حياة مولود برج الحوت، ليذلل الصعوبات التي مر بها وعاشها خلال السنوات الثلاث الماضية ويفتح له آفاقا جديدة تحمل له المزيد من النجاح والتألق، خاصة فيما يتعلق بأمور العمل والحياة المهنية. لهذا السبب سيحتفل مولود هذا البرج باستلامه منصب إداري مهم أو ببدء مشروع ضخم يدر عليه الأرباح والمال. فعلى الرغم من أن النصف الأول من هذا العام قد يحمل لمولود الحوت بعض المتاعب والضغوطات، لكن مع تقدمنا نحو الأشهر الأخيرة منه سيلاحظ مولود الحوت تغيرا إيجابيا يطرأ على حياته ويزيد من شعور الراحة والاطمئنان في قلبه. قد لا تكون هذه السنة هي الأفضل عاطفيا لمولود الحوت الأعزب، فالحظ لن يكون حليفه كي يجد شريك حياته المنتظر، إلا أنها ستكون حافلة بالأحداث المهمة لمواليد هذا البرج المتزوجين أو المقدمين على الارتباط أو الزواج. كما يشير الفلك إلى أن هذه السنة ستحمل مع بداياتها تجديداً وتوسعاً في المحيط الاجتماعي لمولود الحوت، فقد يغير مكان عمله أو سكنه ليتعرف على جيران أو زملاء عمل جدد. والآن هيا بنا لنتعرف على مزيد من التفاصيل التي من المتوقع أن يعيشها مولود برج الحوت فيما يتعلق بجميع نواحي حياته على ذمة علماء الفلك. التوقعات العاطفية لبرج الحوت لعام 2020. لن تحمل هذه السنة الكثيرة من التطورات على الصعيد العاطفي بالنسبة لمولود برج الحوت الأعزب، لأن حظوظه لن تساعده كي يجد شقيق روحه وشريك دربه، وخاصة أنه سيتعلم درسا قاسيا من تجاربه الفاشلة في الحب، وسوف يقرر التأني قبل اتخاذ أي قرار يخص قلبه أو مشاعره. فحين يعيد مولود برج الحوت حساباته ويتذكر علاقاته الماضية سيدرك كم من الوقت أمضى في حب فاشل أنهك قواه من دون أي جدوى. لهذا السبب سيكون التفكير في علاقة جديدة أمرا ثانويا بالنسبة لمولود هذا البرج الذي سينشغل بما هو أكثر أهمية، وسيكون عليه التركيز على الجانب العملي من حياته، بينما لن يكون الفشل من نصيب مواليد الحوت الذين يعيشون علاقة ناجحة منذ زمن طويل ليتمكنوا من تتويج قصة حبهم بخطوبة أو زواج. أما بالنسبة لمواليد برج الحوت المتزوجين فقد يحمل لهم هذا العام مولودا جديدا أو تطورا إيجابيا في العلاقة الزوجية. وفيما يخص الصداقة والعلاقات الاجتماعية العامة، سيكون مولود هذا البرج محظوظا في الالتقاء بأشخاص لطيفين سواء في إطار العمل أو خارجه، ليساعده هذا الأمر
في توسيع رقعة معارفه وتكوين العديد من الصداقات الجديدة. هذا الأمر سيضمن له عاما حافلا بالأوقات الممتعة والحفلات وأعياد الميلاد وغيرها من اللقاءات الاجتماعية التي تستهويه وتثير إعجابه. توقعات برج الحوت لعام 2020 على صعيد العمل والحياة المهنية. تحمل توقعات عام 2020 أخبارا سارة لمولودي برج الحوت فيما يتعلق بحياته المهنية، ففي هذه السنة سيتمكن مولود هذا البرج من استلام مناصب مهمة لطالما كانت حلما بالنسبة إليه، كما إنه سيحظى بفرص للقيام بمشاريع مربحة تعود عليه بمبالغ مالية كبيرة، حيث يرى الفلك أن مولود الحوت سيكون أكثر استعدادا للمخاطرة في هذا العام من السنوات الفائتة، لدرجة أنه سيتمكن من التغلب على مخاوفه والانطلاق بكل شغف وإرادة لتحقيق طموحاته. قد تحمل له هذه السنة في طياتها القليلة من التغيرات في الشكل العام لحياته المهنية، كأن يتم تغيير مكان عمله المعتاد أو أن يوقع عقد شراكة أو عمل جديد، ولكن الجيد في الأمر هو أن كل تغيير سيطرأ على عمله سيكون دافعا له كي يرغب في بذل المزيد من الجهود لكي يصل إلى نتيجة مرضية. وبالرغم من الضغوطات التي قد تنهال على مولود هذا البرج مع حلول العام الجديد، إلا أنه سيشعر بتحسن كبير مع بداية فصل الربيع الذي سيأتيه مبشرا بمشاريع جديدة ونجاحات مبهرة وحالة مادية ممتازة. التوقعات المالية لمولود برج الحوت لعام 2020. طالما أن الحياة المهنية لمولود هذا البرج ستكون مكللة بالنجاح والتألق، هذا يعني دخول مبالغ كبيرة من الأموال والأرباح إلى جيوب مولود برج الحوت، وخاصة بعد انقضاء الربع الأول من العام، ففي بداية السنة سينتابه شعور بالقلق حيال مصادر دخله، وقد يواجه صعوبات في إدارة أموره المالية وتحقيق توازن بين دخله ومصاريفه، إلا أنه مع بداية فصل الربيع ستبدأ ظروف مولود الحوت المالية بالتحسن، لتتحول خسائره إلى أرباح مذهلة بعد أن يجيد موازنة كفتي الميزان. وهنا سيتوجب على مولود هذا البرج أن يجد طريقة فعالة كي يدير أرباحه ويستغل النجاح المادي الذي سيحالفه في هذا العام، لذا سيكون عليه أن يواكب مستجدات العصر وأن يوظف أمواله في مشاريع مربحة على أن يجمدها في حساب مصرفي من دون أي فائدة. ولا مانع من أن يأخذ مولود الحوت بنصائح الأشخاص المقربين منه، خاصة أولئك الذين يعملون في مجال التجارة، كي يستفيد من خبراتهم ويصبح أكثر ذكاء في مضاعفة أرباحه. توقعات برج الحوت لعام 2020 على الصعيد الصحي. يرى الفلك أن هذا العام لن يكون جيدا بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالجانب الصحي لمولود برج الحوت، ولكنه في المقابل لن يكون عامه الأسوأ صحيا، حيث سيكون مولود هذا البرج معرضا للوقوع في وعكة صحية أو للإصابة ببعض الأمراض مع بداية العام الجديد، وذلك بسبب الضغوطات النفسية التي ستجبره على الإفراط في التفكير على حساب صحته وسلامة جسده. فمن المتوقع أن يتعرض أغلب مواليد برج الحوت لانتكاسة صحية في أشهر الربيع الثلاثة، وأن يضطروا لزيارة الطبيب بشكل متكرر في تلك الفترة، الأمر الذي سيحدث ضجة كبيرة في حياتهم وسيجبرهم على كسر بعض قواعدهم واتباع عادات جديدة. إلا أن الجدير بالذكر هو أن تلك المشاكل الصحية لن تكون خطيرة للغاية ولن تكون لها آثار على المدى البعيد،
فأغلبها سيزول بعد أن تنفرج أحوال مولود الحوت المادية، وبعد أن يتوقف عن التفكير في هموم الحياة وقسوة ظروفها. لذا سيكون عليه مع بداية هذا العام أن يأخذ الحذر وأن يتجنب كل ما قد يؤذي صحته أو يلحق به الضرر. ومن الأفضل لمولود هذا البرج أن يتبع نظاماً غذائياً متوازناً مع القيام بالتمارين الرياضية بشكل يومي كي يتلافى خطر التعرض لمتاعب صحية ويخفف عن نفسه أعباء العمل. من قناة رويش تيفي نتمنى لمواليد برج الحوت عاماً سعيداً. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.